مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الفضاء الثقافي التي أقدمها بالنيابة عن زميلي الدكتور الشيخ والسيدي عبد الله الذي يوجد الآن في العراق في سفر في الوفد الموريتاني المشارك في بغداد عاصمة الثقافة العربية. في هذه الحلقة سأستضيف لكم شاعرين كبيرين، أحدهما في الشعر الفصيح واحدهما في الشعر اللهجي. في الشعر الفصيح أستضيف لكم الشاعر سيد محمد البنبا أمير الشعراء، مرحبا بك. شكرا لك سيد محمد. في الشعر اللهجي أستضيف لكم الأديب والعميد عميد الشعر الشبابي الحساني دو البنيوت، مرحبا بك دو. أخوتي المشاهدين، يمكنكم أن تشاركونا في هذه الحلقة عن طريق الفيسبوك بأسئلتكم التي سنوجهها طبعا للضيوف، والذين بالإضافة إلى هذه الأسئلة بالإضافة إلى الإجابات على هذه الأسئلة سيقدمون نصوصا للمشاهدين. في البداية أمير الشعراء سيد محمد والبنبا، البعض يسأل دائما، سيد محمد عاش في الغربة طويلا وعاش في قطر كما يعلم الجميع، لكن كيف كانت بداية سيد محمد الدراسية في موريتانيا؟ هل مر على المحررة؟ كيف كانت دراسة سيد محمد قبل أن ينتقل إلى الغربة؟ بداية جاكتي أشكرك، وأنا أتشرف بأنني ضيف مع صديقي الأستاذ دو البنيوك الذي ربما يجيب على نصف هذا السؤال الذي طرحته، لأنه عاش معي في منطقة السبخة قديما وكنا جيران، وكانت بالدارجة من الأيام كانت لنا أيام. أشكرك وأشكر التلفزيون الموريتانية على هذا البرنامج الذي بدأ حقيقة يفرض نهجا جديدا من الحوار. في الحقيقة بداية السؤال أو السؤال هو أنني درست بدايتي كانت الأولى على والدي رحمة الله عليه، كان شيخا بمعنى شيوخ العلم، طبعا كان لديه مريدو وتلاميذ، وكانت له أيضا محضرة في الشرق، وعندما وصلنا إلى المنشور كان له أيضا دوره في 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 المعرفة والتعليم. لذلك حفظت القرآن عليه باكرا وأنا في السنوات الأولى من عمري، بعد ذلك درست عليه بعض النصوص الأخرى التي ثقلت لدي أو جهزت مادة خام داخلي للاحتكاك بالشعر والثقافة، فكنت أثرت في هذه التربية في بيت علم ومعرفة. رعاية الوالد كان لها دور كبير في توجه الأدبي، رغم أنني كنت أحب الاطلاع والقراءة بداية. مع ذلك درست ثانوية فقط في المعهد السعودي، تخرجت من الأوائل، طبعا كانت أيام هناك شبه ازدواجية ما بينه وبين البكالوريا الموريتانية. جئت إلى قطر بعد منها أمام، لا بعثتني الدولة الموريتانية على حساب أن كانت البكالوريا في المعهد متوازية مع البكالوريا في نفس تقريبا البرنامج. جميل. هاي السنة الواحدة فقط، هاي السنة ذلك انتقلت إلى قطر ودرست، لكن تخصصي مختلف تماما عن جميع ما مارست سواء على مستوى الشعر أو على مستوى العمل. جميل جميل. الدو مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. الدو، هناك أسئلة كثيرة وردت طبعا موجهة إلى سيد محمد وموجهة إليك أنت كذلك، ما يخص البداع وما يخص السابقات التي كنت حكما فيها، ويعني أنت حاضر دائما في الساحة الشعرية وتسير هذه الساحة. في البداية تتحدث لنا الدو عن بدايتك مع الغناء، كيف كانت هذه البداية؟ بدايتي مع الغناء هي بدايتي مع الكلام. عندما وجدتني أتحدث هذه اللهجة بطلاقة، وجدتني بين الفينة والأخرى
أقول كلاما يقول الذين يسمعونه بأنه شعر شعبي. لم أكن أميز البتيت التام من البتيت الناقص، مع أن والدي رحمة الله عليه كان من كبار الرواة. قد تعرف على والدي سيدي محمد بمبا شيخنا وأستاذنا وقدوتنا ومدارنا في مقاطعتنا مقاطعة سبخة، تعرف على بعضهم البعض في صلاة الصبح في مسجد ربه رب. المسجد بالمناسبة ما مقاطع الحديث، المسجد له واقع خاص عند الحناس. سيد رباه رباكم هذا المسجد رباه. وكانت هذه البدايات كنت نشحد عن راسي في اللي تركها كزمان تعود رياضي مثلا او فوتبول ويعود اصحابك ماشيين معاك ولا تعود مغني يقولي بشبشو تعتبروا بشبشو مثلا الله شي تعود جاحة على راسك انت مغني لين صمت في الغنى. انا خلط عاية تعليمك الاول المرحلة انا خلط عاية انا كنت تشحب شعرك نلعب بالونه جاحدة وكانت بداياتي الاولى لقية تشجيعا كبيرا خصوصا من طرف أستاذي وأبي ويمثل أبي بالنسبة لي محمد بن عبد القادر. لقيت تشجيعا كبيرا منه وكان أول كتاب أهداه لي هو كتاب فلسفي الملل والنحل. ومع أن ديوان أبي رحمه الله كان مليئا برسالات من 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 نوع أحمد مثال نائب البدر الدين والشيخ عثمان والشيخ عبد المعالي وبوكي كانت تلميذا لهم في تلك الفترة، رغم نبوغه ورغم ذكائه الحاد في تلقفه لجميع المعارف وجميع الحكايات التي كانوا يتبادلونها به التاير الذهبي. إذا هذه البدايات. سيد محمد، البعض يعني بعض المشاهدين يطلبون منك ربما يطلبون منك تقديم قصيدة خاصة. أنا أفضل أن أقدمها في بداية حلقة أو أن تقدمها في بداية حلقة، هي قصيدة مديحية، قصيدة كما يقول أحد الأخوة لقيتها في قصر المؤتمرات في السعودية، كانت هناك بعض الفعاليات وكتبت عنها بعض المواقع أنها حدثت ضجة. هي القصة كيف كانت القصة؟ القصة هو أنني جئت دعوني إلى مهرجان جنادرية، وعندما أتيت للمهرجان وأنا في الطائرة طبعا رؤيا حلمت أنا في الطائرة أنني أمام الروضة روضة الشريفة، وفي نفس الوقت أيضا صحيت فكتبت هذا النص. لكن المشكلة كان يوم المولد النبوي، وطبعا هناك طبعا الحركات الموجودة هناك على الأقل الطرق أو المذهب السعودية الوهابي أو بعضهم، ليس حتى نظلم المذهب، بعض المشايخ هناك يرى أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبدعة طبعا معروف. لكن أنا عندما أتيت كان يوم المولد النبوي ألقيت هذا النص، طبعا قامت ضجة أنه لماذا تحتفل وأنا ألقي نص. فقلت لهم بأنني طبعا أن القصيدة ليست احتفال وإنما هي احتفاء، أنا لا أملك دفا حتى أضرب عليه. وأيضا هو هي النبي صلى الله عليه وسلم أقر عثمان، أنا أقر حسان على ما كان يقول، هجم يعني هناك يعني اشياء وردت لنا، والسنه اما قول او فعل او تقرير او وصف ما دام اقره فهذا من السنه. فقامت ضجه ويعني وبالاخير سافرت من السعوديه في نفس الليله. يعني القصيده ليست حتى هي ليست قصيده، انما هي مجرد خاطره شعريه. مقام النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من مقام المدح، مقام النص اذا كان لم يكن بمستوى الممدوح فهو دم، يجب على النص أن يكون بمستوى طبعا. لذلك النص المديحي إذا لم يكن بمستوى الممدوح بعد عيبا له، أنت يجب أن تأتي بشيء فوق الصفات. أقول
بمثل اليوم يفتتح الكلام، وإن عدى على الدنيا السلام. بمثل اليوم يفتتح الكلام وإن عدى على الدنيا السلام. أصحو أم أنام وقد تجلى مدى بصري، فكيف إذا أنام؟ تجلى للوراء من ألف عام غمام لا يظلله الغمام. ومد إلى الدنى أشطان نور فأنقذها، وقد عم الظلام أباء سديم كون إذ أناخت ركائبه، وإذ حط الحمام على طه نزلت، وإن ضيفا على طه ليهنأه المقام. سأبحر في ضلوعي على طيفا يلاقيني، فيحلو للمنام وأبقى في تراتيلي، وأبقى في تراتيلي، وغي تناوشني على حب اللئام لمولده. أذقت شراع شعري أنا الصادي ويحدوني الأوام. سأشرب من كؤوس العشق راحا بها أبقى إذا فني الأنام. سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر. سلام الله. البيت الأخير تفسير خاطر. الدو لماذا ستبدأ لنا هذه الحلقة؟ باش تبدأ لنا هذه الحلقة المباركة بوجودكما. مبارك بوجودك. وقد لقبتك ونعر عن ما يمتعدد بملك الشعر بيليش بيليش وأميرنا في الأخلاق وأميرنا في القيم وأميرنا في المواقف النبيلة. أنا حقيقة حكما ليلة حسني مع جماعة مثلا الياس من الزمن نختار نظهر في الشاشة معاه. الحمد لله في الوجدان المجابرين في كل المجابرين يا غير كنا نختار ونجابر وشبارنا نبتل ياك نطرحوا فيها قدر من القضايا. أنا إذا كان بعد الليلة من الشعر أنا وقت لا مقدم لا نفتتح بناء لغنى عنده ياسر المفاهيم مثلا تخطاتها اللسنة وتخطاها الزمن قدر من المصطلحات وقدر من المفاهيم. هو الحق درست انه عادي الله يعود عالم الى ما عاد قاع عالم. هو شعبي خطا حد قالوا شعبي عود اخطا في حقي باللي نقولوا نحن منه مجتمع نحن اللي يقول منه دخل فيه دخلت فيه العلميه دخلت فيه الادهاش ودخل فيه مفاهيم الادب الحقيقي اللي تقدر تشعل منه شيء ثاني لانه تمكن من انه الثقافه الاصليه له هو عنه يتقمصها. مثلا ده اللي تجبر عندك في البلاغه واللي تجبر عندك في البيان واللي تجبر عندك في من شيء زين تطبقه عليه مباشرة، تطبق الجناس، تطبق اللف والنشر المرتب. كامل لين أقول شيء. كامل. لنقدم لك نص يعود بمثابة مدخل للتعاطي الجديد مع وهو لا فلاش لا ومضى. إذا قال من يقول تليا عشاء مع والليل وقمرة وفي عيني دمعة وفي قلبي شمرة. وهالقاف يلا يعود لخص تجربة رقاش قد يقولها تلياعي شمعة والليل وقمرة وفي عيني دمعة وفي قلبي شمرة. قد حكيت على الأمير نهارنا وحجروا بأبيات قد قالهم اللي تسمع الفرصة قال أود وطرح قضية نهار ماضي قضية مهمة جدا. قال على أن الشعر أن اللغنة يجد يقرب أن يعود صورته الشعرية وشكله وتناوله حداثيته كيف الشعر. وحكي لي هذا الأبيات الباطل القاف اللي رائع اللي هو معدل هو مثال للصورة الشعرية العربية لا قريب منها. صحيح. يعني كأنه نوع من التناص أو التلاص من مع الشعر. قلت له أنا قال لي ما اللي هو أنه قلت وأنا زين عندي هذا القاف طلبت منه أنه يكتبوا لي لأن أعتبره حداثي طرح حداثي في الشعر بلغنة بحيث أن يقربوا من الشكل العام في قالوا وبين عاد شيء علمي مات لله شيء شعبي كيف قالوا لا قضية الفياتي ذيك اللي في انتظار الفياتي بيات أنا ذاك اللي قاتل الله آلهة يوم عدنا لا لشيء سوى انتظار الفياتي الحسانية
تقريبا. جميل. مش عارف محمد، نبدا بالاسئله الوارده على الفيسبوك. السؤال الاول من ساره سيد احمد، سؤال لامير الشعراء: حين قلت خلعت بوادي هانعل اصطلاء يقيني ان انال بها طلابي، هل كنت فعلا على يقين بانك ستتزوج اميرا الشعراء؟ لم اكن على يقين، هذا البيت وقد يكون هذا بالشعر يكذبه والله اصدقه عليه. كتبت هذه القصيدة قبل ان تشارك؟ طبعا قبل ان تفكر. لا 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 لا، هذه القصيدة هي طلبوا منا ان نكتب قصيدة عن رحلة الشعر، وكما قال الدو دائما يقول ان الشعر اذا كان الى عاد مفروض مشكلة، ما يقدر يطلب من الشاعر يقول كذا. انا عندي قصيدة قديمة كانت لي وكسرتها تماما بيدي، ما غلبني نقول شيء، لان كانت بالنسبه لي اشكاليه ان الشاعر يطلب منه مثلا شيء معين، بحر معين، هذا هذا نظم نقدر اكتبها ما يعد يروح الشعر. كان عندي قصيده قديمه نقول فيها غيابا يا مداءه الغياب لما تجدي امتلاءات الاياب، غيرت غيابا يا مداءه الاياب غيابي فقد عدت ممتلئ الاياب. تم التيمن هنا نقول غير من قصيده كتبتها سابقا، وانا قلت هذا البيت اللي قالته قلت له لكن في ترتيب الشعراء اللي قلت عاد مولي صالح الله يرحمه اللي قلت عنه ترتيب الشعراء نفس الترتيب اللي يخليك ترتيب خليك عقب. لذلك جاني جاني الاخ الدي ونحن ماخذين قال لي انت خلط لك معاه الاولى، قال لي كنت تديرني هو الثاني ما تجيني هو الخامس، قلت له دارك مولانا هو الخامس. الدو سؤال من والحناني، سؤال لي بنيوك: لماذا ترك البداع؟ هل هنالك خلافات معهم؟ السؤال البنبو هل كانت شجرة وراء نجاحه؟ يعطيك تفكر في الشيء. يعني بنجاوب على السؤال. البداع قصتك مع البداع؟ قصتي مع انسحابي من البداع كانت قصة شهيرة. قصتك قاع كامل مع البداع قاع. قصتي مع البداع. إذا تلحق لنا. قصتي مع البداع. البداع تميت لنا اتصل بي أستاذي ووالدي، والدنا كاملين، أستاذنا كاملين، شخص تبقوه كاملين، تبقيه موريتان كاملة، أستاذ كابر هاشم. اتصل بي وقال لي لا يعد البرنامج، قالوا البداع ويالتكم تفكروا ولجنة التحكيم تعدل البرنامج، وعدلته مؤسسة ثانية طلبت من الاتحاد عنها عن مشي لها اتحاد الدباب والفتاة الموريتانيين، ذاك الزمن رابطة الدباب والفتاة الموريتانيين ما فات عاد اتحاد الدباب والفتاة الموريتانيين، وتو مثلا وجابر تانا واحمد للوالد، احمد الوالد ومجموعة ثانية من المغنيين، وطلبنا من المغنيين كاملين عنهم يشاركوا في المقاربة اللي ذنبتها، لكننا طارحين للتصويت احتمال، ولكننا طارحين للتجارة احتمال، ولكننا طارحين ذيك الملاد كاملة مثلا احتمال، وشاركوا مثلا شعراء كبار في الحقيقة، شعراء مغنيين كبار من الساحة، محمد الأمين والمغيبري علامة بسيطة. قد ياسر من الناس اللي ما هم من اللغنة حتى ما يعرفوا، قال بعد حد يعرف لغنة يعرف عن محمد الأمين المغيفري اللي قال اسمه بسيط، ومحمد يحود مصيدف اسمه بسيط، واحمد والد اسمه بسيط، واحمد سالم يونس اسمه بسيط، وبقين اسمه بسيط، وتاهو لبوت اسمه بطي محفوظ العبو، مجموعة لا تتنكرها لهي ضيق المقام عنا عندك انا مجموعة، فتبارك الله ما شاء الله من المبدعين الحقيقيين مختلف اجيال القصيدة الشعبية، غير صدمنا بجدار الواقع واقع مر فصل الحقيقة. أنا ما كنت نبقى حتى ندخل في التفاصيل، غير بما أن القضية غير لكن عكس عليا لابد من وضحها أكثر، لكل سنة ورا سنة يخلقوا ملابسات جديد ويفرضوا منك أنك تعيد الإذهان القضية اللي خلقت. اتصل بي الطفل قال له فلان ولداه، وشاعر قال له فلان ولداه، وشاعر قال له محمد عادل الصالح، شاعر قال له عبد الله بن سيدي باب. هذه الخلطه كانوا يلا يعودوا متاهلين للدور نصف النهائي من البرنامج. غير قالت لهم سابق البرنامج ينعطاو نتائج. تلفنوا لي قالوا لي احنا تخطينا. قلت لهم ما يبات تخطي الا بحالته. بس من حاله تقدروا تخطاوا النتائج ما باتن علموا التصويت مازال ماشي.
انا كاع نعرف حد تاع سيتوف يقدر يقدر يوزع صوتي ولا تنقدر روايه ويسرب حد النتائج، غير بعد النتائج فات وقعت لازم التحكيم، فات وقعت اداره البرنامج المشرف عليه، تبدا روايه واضحه قلت له ها ما واضح لك، جا اداره البرنامج قلت لهم لماذا لا يخلق في صورتي، مثلا ما تعاطوا مع القوم تعاطي مقنع. السبب اللي تركه كاع ما يقبلوا الروايه هي عنهم قالوا عنهم الطريقه اللي تخطاوا بها الشهر نصف النهائي بطريقه يقدروا يقلعوا بها. عنهم لا طاحين نفس الاحتمال، عنك الطريقه اللي طلعت بها مازال التصويت ماشي، تنقلع بها مازال التصويت ماشي، وهي المقاربه اللي قال لهم على اساسها هي على اساس على لجنه التحكيم النتائج اللي تعطي ما هي معتبره. قالين هما يقعدوا تقولهم حق ويقعدوا تكذب عن التصويت عن ندخل في شنو الروايات اللي ما يمشي. طلبنا من اداره البرنامج انها ترجع البرنامج لجاده الصواب. ناخذ بالتعاطي معاه، عندنا مؤتمر صحفي في فندق سميرانيس وعلنوا المتسابقين انسحابهم من البرنامج. وهو اللي تم عقب ذاك اللجوء للمتسابقين اللي فاتوا مثلا طاحوا منهم بداع محفوظ العبو لحقوا فات مثلا لا طاح اي طول كضيف شرف بالعيون واي طول في الحلقه الاخرى بنصف النهائي متسابق ونال اللقب في الحلقه قبل اللي فاز في الحلقه النهائيه عقب هو اللي فاز به ربشاو تو هذه ربش اللي تنقال في قفقه وقانون بعض المسابقات غير هذا هو سبب استقالتي انا من البرامج وعدلت من التمر الصحفي جيت هون مدير التلفزه الوطنيه والبوكا عيط لي مدير التلفزه الوطنيه عيطتي راه صنتني عيطتي مكتوب وقال لي احنا ما عندنا علاقه بتخاض البرنامج من قلتو يا غير لين تعود فيه مشكله حقيقيه لين وقفوا قلت لا توقفوا اللي فات الزالي انا وفات الزالي ذو التركه اكثر من اللي ضرنا به قال لي على الاقل بعد جاب للساحه الوطنيه برنامج زين وما فات خلق لليوم يعني لليوم مثل ما فات خلق في النجاح وفي الموضوعيه وشكل حراك ونعرفنا احنا به نعرفنا احنا به والله كما نعرفنا بعد مثلا على السلب ولا الايجاب عرفتنا الناس عن طريقه هو ونعرفه هو ذوك عن طريقه ونقبال هما اللي المواقف بسببه هو اذا عاد موقف مشجع راه مشجع شكرا سي محمد بن الشعراء الجزء الثاني من السؤال هل كانت الجزيره وراء نجاح سي محمد نجاح ايش؟ طبعا انا مش شعراء طبعا عنده علاقه بي لا مع لا علاقه الجزيره يعني كان هناك اصدقاء من قطر زملاء وبعضهم في الجزيره بعضهم خارج الجزيره عدلوا صوتوا لي فعلا بعض الاصدقاء اللي في الجزيره زملاء وهناك قطريين اصدقاء لي ماني عشت معهم فتره طويله قبائل مختلفه كيف المره كيف قبيله الرماح مثلا حتى اصدقاء من اهل ثاني وراشدين سلم راشد هذو قاموا حمله خاصه ماني انا محسوب مثلا كاني صديق لهم من قطر اللي فيها زمن معروف فيها عارفين هذه الحقيقه بعد ما عندها علاقه بالجزيره ما يزن يعني هناك بعض الزملاء فعلا صوتوا لي وحتى التصويت الملتمي اعتقد انه كان اكثر كانت مجموعه حديديه كان اكثر كان اعتقد كان اكثر سيت سجاكيتين على سبيل مثلا مثال سيت لك البداع محفوظ البداع عفوا البداع محمد رضا محمد نوح محمد نوح هذا كان بمثابة المثال الحقيقي لأكاديمية البداع محمد نوح دخل البداع شرغنا ما عنده به علاقة ولا هو قاعد يقول له قريب منه تخرج بامتياز من مدرسة البداع كأحد أمهر الشعراء الموريتانيين الشباب بنفس المعاني الجميله والرائعه حقيقه وحكمه الى اليوم ما زال قاعد يعدل سيت ما للامانه كان نال اعجابي بشكل ونال اللجنه كامله نال اعجابها من الحلقه الثانيه من البرنامج حتى النهايه رغم انه بدا في البرنامج جيد هون سؤال من اعمار ولدي اريد من الامير قصيده ايابا يا مداءة الاياب واريد من الدوه البت طلعت البت الكبير الوحده الوطنيه تكلمنا انت محمد الامير ايابا غيابا يا غيابا غيابا يا مداءة الغياب الله
فما تجدي امتلاءات الإياب يؤوب القارضان وما طريق إلى ما جئت يوصلني لبابي أسير على طفوق الوجد وحدي كأن خطاي قدت من شرابي غيابا يا سلالم من غناء ومعراجا أيا غيم السحاب أطل به على بغداد علي أرى نار القرى خلف الهضاب لعل العيرة من بغداد تروي على وعد تفاصيل الغياب مضارب من مواجدها أحالت تجاعيدا سارير الشباب لبست لها شفوف الوهم يوما فلم تخف الجراح على الثياب وخلت الجسر ممدودا بأفقي كأسئلة تخاف من الجواب فما جمت رحالي تحت ليل ولا شدت إلى صبح ركابي لأني كلما جئت احتمالا للون البحر آثرت انسحابي لأني كلما للموج أفضت مجاديفي رماني للتراب لأن الموصلية وما تغنى به أضحى كتمعاب الغراب سلام الرافدين على تراب وهل يجدي السلام على التراب سلام الرمل من شقيط يبقى قدا قدح يعز على الشراب طبعا حصل تكسير محمد ما قصتك مع السلام في القصيدة الماضية قصيدة المتحية في نهايتها فليس عليك يا مطر السلام أنا أحب السلام حنان البيضاء أحبها أنت تحب السلام وسنمر على قصتك مع ذهابك للقاعدة في مالي جزء من السلام أحب السلام ذلك جزء من السلام دوب طلعت ال والله اللي نبغيه نسمعه الوحدة الوطنية والله زين قال بموجبها هي بموجبها هي عن تفاصيل قسمات الشعب الموريتاني الحاجة تعود عندها بطاقة تعريف موحدة وقطع الحديث شوي بدون اختار نقول شو بدو هذا انا ما شاء الله المغنيين كامل من اصدقاء اغلبهم اصدقاء لي نعرف اذا انا شفت ملاحظة بدو دو البنو والوالد مع اختلافها في كل غير تجديد الحداثية عند الدو وراي بالشكل عند الوالد غير في الصورة بالنسبة لي أنا شخصيا محاولة تحديد أو حد أو يعني تشكيل التغيير الحداثي في الشعر أو محاولة صح التعبير تحديثه أنا شفتها عند الدو وزين عندي لا لا حقيقة ما مجامل أنا ما مجامل هذه حقيقة هي معنى أن قد نقول أن أحمد والد هو إن شاء الله قبائل يغني في موريتانيا ورك ماني عطي القاب ماني عطي القاب هو واحد رشق لا لا هو بعد هو إن شاء الله لغني قد عود مقاربة جيدة تفضل إذا أنا بالنسبة لي كبرت في محيط كبرنا قاع فيه احنا الثلاثة هو عن موريتان واحدة ما هي موريتانية تبرد وكبرنا في بلد ننزلوا فيه في بلد ونضحكوا في بلد ونشوقوا في بلد ونقيسوا السينما في بلد ونقيسوا ستاديوم الثلاثة في بلد واحدين منا يبريلوا في السينما واحدين يبريلوا في ستاد تلقى لهم بوتش على فكرة راهم بوتش يا الله يسامحنا احنا هاو كاملين صحيح مقدمين له تحية كبيرة هو أصبح مفتش الآن في سلك الشرطة الوطنية عندي عنه لا يعود قريب عليه التقاعد غير شكل صورة حية لقطة حية وعن جست عندي عن يا الله يخلق غنى جديد يجبر فيه كل مواطن موريتاني ذاته تجبر فيه كل شريحة من المجتمع ذاته ونعدل به قطيع مع ماضي يمجد الإقطاعيين بين قوسين ويمجد المجرم قاطع الطريق ويعدل له ملاحم خالدة وأنا بالنسبة لي هو ربما ليس أكثر من المجرم ليس أكثر من قاتل ليس أكثر من قاطع طريق الذي يستحق التمجيد بعضهم طبعا أنا بعضهم طبعا الذي يستحق التمجيد ماني واقف حجر عضرب في تمجيده غير الحقنا احنا هذو التالين زاد مولي احنا من ذلي عدلنا مشي صالح هذا الوطن
شرايحنا كاملين وفعالياتنا كاملين نوصل للي يوصل ورك الحجم نمجدو بطريقة اللي التاريخ مازال يخاطبنا احنا له. ما الله يقول حد ليك حقبه وفات ويوفى مع هذا الغنى ويوفى مع هذا نار الله هاو زاد مولي عدل شي صالح زين قال لهم قال عظمت لله بالملكوت عظمت لله بالملكوت باسمه اللي يرضيه في منين يذكر وتعوذت به من ظلموت تفراق الاخوت وبليس الاعواق وصليت على اللي بيت تابوت رحمة الاكوان خال من دبحة والعدل الوحدة من الياقوت لكن ما عقب سيد مضر والعدل الشر ما عليه مسكوت مقلوف ما يقد عليه انشعر سم التفراق قنبول موقوت ولان الحكمة يتفجر كلنا قلبه بالإمام مزبوط من دين الإسلام بيضان وكوار ومكة موسى في الهو القنوت وباب الوحدة منكر ينكر باب الوحدة منكر ينكر وحدنا كل شيء حتى القوت وتاي وتديني والصدر عايشين باللبن واللحم والحوت والزرع والقمح والشعير والتمر وسامكين الكون على قرون بهموت علوم واخلاق وشعاع وصبر اللون باللون والصوت بالصوت والذوق بالذوق وبصر ببصر وشعب محدود تاريخ والقوت في الدين واخلاق ما قد تنظر ما يقد يقبل الاخوت الفتوت ولا يقبل حد منهم ينتكر والله يهم شي تم مكبوت ابدا وراح يا الله يحضر في الشان ويبان حقه والما صموت بكمال واللي مر فيه ما مر الشعب لا توحد من عوت يعود نعتوت تمجاد الاكبر خواه مات وفان واللوت وخواه جاجام عقي وعمر وشفات الشعب خليه يموت بليس سبتوا الله اكبر خليه يموت مات لمنكوت اما يشيرين يموت ينقبر وتوحد تعيش وتفرق تموت والخير بالخير والشر بالشر وعود واحد قد ينكسر مكفوت وحزمة عدان ما تقدر تنكسر وكحار العين وبياضها خوت ما فيه مشاي بدون دوخ الله رائع جنات عندنا سؤال اخر من عندنا سؤال اخر من احمد ولا احمد سالم اتمنى لكم توفيق هل الشعر الموريتاني في احسن احواله سؤال موجه الى امير الشعراء اسمه محمد بن طبعا هذا جواب لا يشاركني في الدو ما قلنا جواب وحدي لأن سؤال كبير هل الشعر الموريتاني يعني بخير من أي ناحية ناحية نقدية نحن ما النقاد نقول ما قال في أحسن أحواله بالنسبة لي أنا الشعر الموريتاني موريتانيا تذكر على أنها بلد المليون شاعر هذا نقد مشترك هذا نقد موافق عليه لا ماني موافق عليه من. ما افتخر به لا مجازا موافق عليه بعد لا انا موريتانيا تستحق تؤدي برد مليون شعر لانها الشعر بطبيعته الشعب طبيعته شعر ياكل الشعر وينام عن الشعر ويفرز الشعر هو شعب شاعر كامل لكن الحقيقه ان هناك فرق ما بين الشعر الحقيقي والشعر المجاز المطلق اللي نحن موريتانيا تجد دائما رضع الشعر في بدايته يتكلم الشعر مجال صغير هناك مادة خام لكن هذه المادة الخام يجب أن لا نكتفي بها حال مشيت أن لا يجي واحد يقول لك شاعر أو شعر وقد يكون ناظما هو شاعر أشعر من غيره قطعا في بعض الدول العربية نحن عندنا اللغة متنغلة الشعر ليس اللغة فقط وليس النظم القدرة على تشكيل نص صالح عرضيا ما هو شعر وليس الصورة الشعرية الجميلة توبه وطيب الخيال بمريمات ذات معنم مستهام ليس هذا لم يعد هو الشعر الحقيقي لذلك عندما نقول هذا الشعر في أحسن أحواله هذا سؤال كوني مدخل أنطولوجيات كبيرة والله ما نعد نعتبره مثلا أنه سؤال عادي بسيط لأن بسطه نقول شيء بسيط نقول الله الشعر في أحسن أحواله بعد سوتي فاهمنا غير الحقيقة ولا حتى الغنى في أحسن أحواله أنا ما قلت لك جواب نفس الجواب أنك عندك أنا واهل لي على الممارسة الشعرية صار من الشعراء الساحة الشعرية الآن شعراء غرق أحسن عندي من 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 من, من هو لكل عصر ثقافته لكل عصر الشعر طبعا حتى نظلم لكن أنا الموجود عندي الآن من الشعراء الشباب والشعراء أيضا حتى هناك بعض الشعراء الجيل القديم يشاعر الآن الحداثية الشعر الآن عندما الشعر لم يعد الشعر الموزون المقفى كذا الشعر أصبح مادة أعمق من 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 البيت اللي يقول لك إذا الشعر لم يجلسك عند سماعي فليس حاريا قال له شعره صحيح لكن يجلسك بماذا بموسيقى يجلسك بصورته يجلسك بشيء داخل إدهاشه ذلك موريتانيا تقرأ واحد نص زين مثلا أنا ساعة قلت نص ول إذنان نحن وقبرنا بالنور لا يكفي فمن بالليل يدفننا معا ولمن بقايا وجهنا في نكهة الغرباء
مدام كي هالقال لي بعدها زين ما أعرف اللي زين هالقال لي بعد جيروان طبعا لأن ذائقة كما دائما نقول أنا هي ذائقة من ذائقة الصحراوية ذائقة ماكرة جدا تميز الخبيثة من الطيب لذلك الشعب الآن أنا في رأيي أنه تجربة موريتانيا الحداثية تجربة جيدة جدا وماشي على الطريق لكن يجب أن لا تتخلى عن أصالتها لكن بنمط شكل جديد تناول جديد بعد جديد والشعر الحديث الشعر التنعيله ما هو إلا الرمز. ولماذا نشعر في نظرك لماذا الرفض قاعد للحداثة؟ لا هو لكل جديد دشة ولكل هذيك مشكلة هذه عاشت غير ما طول حتى موريتانيا موريتانيا ما جاء مويمس الشعر الحديث مع الحديث الشعر التناول هو فرق بين الناس فاهمة من الشعر انه الشعر التفعيل الحديث انه هو الشعر وهو الكلاسيك الحديث انه هو الشعر قصيدة النثر وهذا ما هو وبعيد منها قصيدة النثر وحدها والشعر التفعيل الحديث شعر وحده مثال لذلك هذا الرفض جاي من باب عدم معرفة المتلقي والشاعر حتى بعض الشعراء بيفرق ما بين الشعر التفعيلة قصيدة النثر وهو يسموه القصيدة النثرية ولا وجود لشيء اسمه قصيدة النثرية هو قصيدة النثر قصيدة النثر كمصطلح ولذلك ما هو هذا هو هذه هي المشكلة لكن أعتقد إنه الآن أصبح هناك شعراء شباب وشعراء حتى أن ذائقة موريتانية أصبحت تتباعد مع الشعر الحديث وتفهمه جدا هو شعر ليس بعيدا عن الشعر القديم بالمناسبة لأنه يتكي على اللغة نفسها ويتكي على نفس الصور ويتكي على التوظيف والمتربي كان حداثيا ونزار كان حداثيا وبالطي والبحتري كان حداثيا لأنه ما يزال قصيدة إلا بشكل حديث ومشان على قصيدة حداثية تتفعيلها قد تكون قصيدة حداثية أظن الحداثية من عند واحد أخلاق 1975 ليلة ياك قصيدة ليس شرطا جميل هناك مزايلة لكن الشعراء تحية موجهة لك من طارق أسراوي من فلسطين أقول لك استقنا لك طارق أسراوي استقنا ايضا لفلسطين صحيح كانت رحله جميله ذاك صحيح تذكرت الرحله كانت الشيخ داه والباه انتم حقنا ابناء بلد من الشاعر ونحن جد فخورون بكم فخورين انا اخترت الجواب لنفس السؤال الجواب اللي انا اذا كان حد كانت علاقه صحيح من ناحيه الشعر هل الاغنية احسن احوالي الاغنية ليس في احسن احوالي رغم ان عبد الله يسالم المعلى استاذنا ورئيس اتحاد الادب والكتاب المتهم ما زال موجود بيننا ورغم ان بادي والمحمد سالم ما زال موجود بيننا ورغم عن بادي طبعا هو مغني بادي هو اجيب من اكبر ادباء الجمهوريه العربيه الصحراويه اكبر ادباء بيضان من قليميم الى النيجر ومن اكبر ادبائهم ورغم عن ما زالت مجموعة من المغنيين الحقيقيين موجودة إلا أن الشباب نقولهم بين قوسين تقلع منهم 10-12 من المجيدين ثاني قلبهم يبدو حسن مستويات من درجة منهم يلصقوا في الناس الأولى ولا قد هم اللي حسنوا من 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 مستوياتهم الأدبية والتثاقف وتلاقح تلاقح الثقافي مع مثلا مع القرايه ومع الكتب مع كامل اللي نقدو يجيبوا لنا شي حديث عاد تعرف مقاطعه بين ذاك وذاك ما قدو يوصلوا درجه الغنى الاول حداثي توصل هذيك اللي زينا حق اللي ما كان يقولوا منه شي ما تقطع تعدل اسقاطات هذا احدث شي من احدث صوره شعريه تجبرها في القديم ولا قدهم اللي يجيبونا شي جديد بمعنى جديد حتى نتوافق عليه كاملين كل حد منا يجبر فيه انه كيف ذاك القديم جديد حتى حد هون واحد اطرح لي شوي يعني ملاحظة التجديد كي مثلا اللي عندهم البدر بالي اللي ما تعتبره تجديد لا رأيتكم لا اعتبره تجديد اللي عدلوا البدر بالي اعتبره يبدع غير ما هو تجديد واللي عدل اليونس التوتي هذا اللي عدل التوتي لا اتفق معه رغم اني ما نقين علاقة على حد كشخص مثلا يغل القضية هون ما هي قضية شخصية التوتي لا اتفق معه اتفق معه بالبت اللي سماه اليونسي وقال لي شي زين الى اقصى درجة وقع بطبيعته ما يقول ما هو شي زين ونغنى الموجود اليوم من الكولة ومن الشباب ومن المفطين غير التوتي بالنسبة لي أنا وجهة نظري عن الشعر جم من أجل البيان
والإبانة والإفصاح وليس من أجل التأثير. اليونسي هذا ما كان تجديد. اليونسي طابع شنو؟ اليونسي بتوتو من بتوت 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 بتوتو جاب بت مثلا كي مثلا إذا جبت أنت بحر جديد بحر من أضفت البحر 17 يعني الأوزان الخليلية يعني أضاف بت جديد. يعني هو أخفش الشعر الحسن أخفش الحساني تقريبا تقول عنه جابوا وخارجين واحدين كده هم اللي جاب بت يقول لك أنا بت جبته وأنا وسميته ما وكذا وكذا غيرين تلاه يعود بت لنا كاملين بعد 40 سنة طبعا ما قدروا نتكلم عن الله بيدي نجاحه ما نحن هم نحكم عليه هو بدعه هو أحمد سالم يونس غير تعاطي مع أهل الجهل هو اللي لا يحكم على نجاحه من قلته في تعاطي ذائقة جمعية معاه اللي ذائقة جمعية يلصق فيها لا شيء لاصق بوجدانه لأن عدوا من ذاك النوع اللي يلصق بوجدان فرحني الخافينين عدوا نحن كورا كاب ولا ينعرفوا ذا ولين عدوا مثلا ماشي ما قدر نحن نحكم عليه غير بعه إبداع وهو مبديع مد حتى فكرة التوتيش هي الإبداع غير بالنسبة لي ما نقدر نقول عنه شيء ما نقدر نكتبه وهو الوالد يقولها شخص كور عندنا هذا يعدلوا نمولي تستشيف شخص كور انا قلته بحيث لا ادري وقالوا واحدين سابق بحيث لا ادري طابنين الاقتباس ما نقدر نقولوا له فلان ضمن مبيت الفلاني ولا ضمن آية من القرآن ولا ضمن حديث غير شخص كور عبارة له شخص كور فصل حق ما هي زين عنده ما هي مغنية وتو ما هي مغنية هذا لقيت الجزء من السؤال متعلق بالشعر والتبراع أول شعر بأحسن أحواله التبراع شعر نسائي الموريتاني في أول ازدهار هذا متعاطى مع الأحداث كاملة تقول واحدة منهم شوفوا الإرهابي يتفنن عاد العذاب رأوا هذا مخزن للتبراع أنا أتابع صفحة الفيسبوك من أهم صفحات تبراع يوافي الصفحة يعني فيها وجل اللي فيها فتيات وإبداعهم لا دا 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 نوجه لبعض التحية نوجه عرف محمد قنبة هنا سؤال منا في جزء من السؤال قد نجاوب عليه قضية اللي قلت هذا الشعر بأحسن أحواله الشعر هو كائن لكنه يقوم على لا على شعر على شخص آخر هو الشعر والشعر كما معروف الشعر هو سناجة الحدث وخناش في الحدث هو ملهم هذا دوره لكن حينما ننظر مثلا إلى الشعر هل الشعر بأحسن أحواله أيضا هل الشاعر بأحسن أحواله سؤال وارد حتى نعرف هل الشعر بأحسن أحواله لكن دون رغب نشوف نحن رغب دون باس الشعر أيوة زين لكن باب مهم روالي باب من طرقوله من ناحية التزام من ناحية القضية لكن درجة سيد محمد محمد العاقب محمد المهدي يطلب منك إلقاء قصيدة ظل اثنان نحن ويقول دوه أما البنيوق فطلبي منه بسيط جدا لأني أظن بأن غناه يتميز بالصعوبة ونحبوي جدا أريد منه قصيدة بسيطة في متناول الجميع نبدأ بقصيدة الظل ظل سيد محمد نبدأ باختيارك لهذه القصيدة التصفيات لماذا اخترت القصيدة بالتحديد؟ هي القصيدة التي تأهلت بها طبعا. هي من الشعراء وأجازتها اللجنة بالإجماع ما يقصد اختيارك لهذا النص؟ لا النص اختياره بسيط هو أنه نص كان قريب مني واشتغلت عليه بالنسبة لي كما أقول دائما أن الشعر ليس هو النسخة الأولى والشعر أيضا ليس هو شيطان لأن القرآن يقول وما علمناه الشعر ما علمناه شو الضمير عائد ألف الله سبحانه وتعالى إذن لو كان ما علمناه إذن هنا هو علم لدن الشعر لذلك أعتقد أن هذا النص جاني واشتغلت عليه لكن يجب على الشاعر أن يشتغل على نصه شاعرا وبعين الناقد أيضا يعني المرحلة الثانية لذلك أعتقد أن هذا النص اشتغلت عليه شعريا كان بروح الشعر ونقديا أن اشتغلت عليه بعين الناقد حتى شككت ذات محمد كده تيجي لنا ما خلعت منها استخدام انت جاي في اللجنه ما تعرفها سولوني انا قلت انا هي طول مفتاح هي الموريتانيه كذا تجل استخدامها بالنسبه لي استخدامها كان ضروري حتى الاشتغال كانوا شعرانا شعبيين دولين عدلوا سدوا من الجرت وقال نقلع ونشقر وندير كلمه ما يعجبني حي الله نقلع ونشقر وندير كلمه ما يعجبني لان اشتغل شو لان اشتغل اشتغل اذا نص الظل اثنان نحن وقبرنا البلور لا يكفي فمن بالليل يدفننا معا
ولمن بقايا وجهنا في نكهة الغرباء. اثنان نحن، فمن يصدق أننا تهنا وأن لربعنا الخال امتلاء؟ من ذا يصدق يا عسيب بأننا كنا القصيدة في ارتباك اللفظ منتعلا معاني الكائنات؟ اثنان نحن وقبرنا البلور لا يكفي، فقف يا أيها الحادي على ظل القصيدة، مات نصفك فوق كدية جلنا ثم ارتقى نصفي، فمن بالليل يدفننا معا والقبر واحد؟ لم يعد للخيل أجنحة تطير، ولم يعد الليل في نجواه أوراد تخبأ في الزقاق، هذا القريض يحول دون الموت، فاملأ مقلتيك مسافرا في نقطة المطر الملولب، قبرنا البلور قال، فقلت خذ لك ما تريد من اليباب الأرض، وامنحني فقط ضيق الحكاية كي أمارس ما أريد، توسع الموت المزخرف في تراتيل التحنط وانعتاق العمر من زمن المكلس بالحضور، خذ ما تريد سوى الحكاية والصديق. ضداني كيف أصوغ أفران التوحد بعد أن كنا على رمل التلاجي موجتين بل نقطتين؟ فأين ثالثة الأثاثي عل ينضج موتنا وكأن قدي، علي أزحزح حجة النحوي من ذهني وروح الشعر من جسد المعلق بين رابية لبوح النور من رحم الظلام. يا أيها القبر المحلق فوق أحداق التمعن غيمة الأحياء، هل من أوبة؟ فأنا المسافر في رحيق العجز، يسكنني التعدد في القتيل. تميد نص رائع، ترجمة نص في منتهى الرائع. وتذكر كذلك أننا في التصفيات أن هنالك أحد الشعراء المشارقة الإسبانيين، عندما استمع لهذا النص يعني ظل ملتصقا بك، يعني يقول لك من أين جئت يا هذا؟ حينها يعني وكان رجل صندوق جابه من السبخة، جابه من السبخة. دو نادم اطلب منك قال طلعة بسيطة بس الحد يفهم. انا بعد العكس ما قد دخل من سيد تابع، انا بعد نخسير دو تم الله. لا 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 هو رجع على ده طرف خاص، لا طرف الله خاص. قال انا بعد بيجي ذاك بس لا درت تقاف يجي من حاف، لا درت تقاف يجي من حاف، شورك يغلق يد التشغال، ولا درت تقاف يجي من حاف، شورك يغلق يد التشراف، وبلا السياف يجي من حاف، شورك يغلق يد أهل البيت، وانتهي يا ربت القاف، وانتهي يا ربت البيت. حتى دو طلعت عيشة بلاك ليك باطل ليك 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 من ذكريات من ذكريات انا سيدي الامير. هي من السبخة، هي من ذكريات الوقفة. والله ذكريات الوقفة، الوقفة كانت مرتقى طرق الناس كاملة، تجبر واحد من السياسة وكي خاصم فلان يمس 100% اللي ينجح بها ماهيلو، وعشرة الهياكل اللي ينجح بها فلان ماهيلو، تلحق واحدين هوكي خاصم منقزين من البور، وواحدين جايين من جايين من أرض ثانية، ترى هي ملتقى طرق كلشي، وحتى أنا عقبت عاتم اللي ملتقى طرق الصور العابرة اللي تمثل أنت تجبر واحدة منهم هكا. خالق رقاش كنت مثلا تغير توف مثلا بيك الصنعة ولا بيك مثلا شيء تحرف عن اسم رقاش ما تيت اسميك، لا بيك شنا أمتو بيك شنا إلينا تعقب ملي يطرى لك انك يلطق تسمي، والله يوجب حد موجب انك تسمي، فهم لا تسمي ما احنا لا بالغنى والله بالشعر، ما فهم اي وسيله ثانيه تقدر تسميه تسلك من تحنث ما هو لا عاد بالشعر والله بالغنى. قال حد له ولا الوحده من الاخوات تبيع العيش، قالها اتو عيشك زين، هو مفروغ منه قاع احنا السبخه عيشنا كامل زي ما عندنا شيء. قال جات معنى تام، جات الطلع، طلع الاسم اللي نقلع منها الاسم تعود ما طلع،
قال اتو بياعه ما تنقاس باللي خاطيها ما هباس عنده العيش. اتو بياعه ما تنقاس باللي خاطيها ما هباس عنده العيش. وهيك الناس اللي فم تحور بدتو وهل الوقفه والناس اجناس يجتمعوا وقت ويشد. لا وانا ماني مقوم العيش ومشوا لي خبروا ومبتوا ولا لاحق فيا بعد الطيش اني ما نبقى عيش. اتو بياعة ما تنقاس بدخاطي. قلت هذا اللي اسمه حلفت وحنثت ملي وحنثت وكذبت قلت اني ماني من العيش وانا واحد من هذيكيتي. دوح بيوت هون واحد عنده سؤال محمد والجوتي سؤال كيش مليح لانه طاح للدوح. قال لك كان كانك حاسس بالزمن مازال خايف من الواقي يجي الله يكتب عليهم الشعر. حاسس بعد بين حاسس بعد الواقي جالتهم الشعر. كان يلا قاعد كان الشعر جالته يكتب على رقاش الشعر رقاش اسمه. والله رقاش شيخه يعرف فيه من محبة مولانا ومن صدق التجربة مع مع مع, مع العباد ومن البعد من السلطة ومن البعد من 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 توضيح ذاك الخالق له هو في شيء دنيوي يقدي يشكر يقدي يشكر سلطان عادل مولي وثبت الناس كاملة انه عادل وزشي لشعبه وزشي للناس وهو بعهوده ما تخصص الى الشكر به اللي هو الشعر جنب مناحية من مناحيه عنده من باب الامر والمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر مجازاة المحسن على احسانه معاقبة المسيء عليه ساته عدو نص الشعر نخبوي حوت بدرجة انه قاع ما يسمي له عود المدح ما تلا موضوع من مواضيع الشعر لا تلي وطرق له عود الذم مولي ما تلي ذم حد بيلي عود ذم خالق يا الله يخلق المدح بيلي لا إذا ذميتك على إساءة يا الله مولي لا إلى أحسن حد ينقال له أحسن. وأنا ماسي عن سلطان العادل والعالم الرباني اللي بينه ذيك رواية مثلا ذيك واضحة بينه هو مولانا ولاحظت الناس من الزهد في الدنيا وزهد في ما عند الناس والرغبة في ذاك اللي شعر مولانا ما سنه ما يخصص إلى شكرا حد آخر صيح بدو استزجوا في تعيد الرواية جيد. أمير شعراء محمد بمبة نفس الأخ يسأل للأمير والبومبا لماذا الشعراء الذين شاركوا في مسابقة الأمير الشعراء تنكروا للشعبي مع أنه هو صاحب الفضل فيما وصلوا إليه الشهرة. تنكروا له صديق شنو أي ناحية تنكروا له؟ بالعكس أنا رأي أن شعراء زملائي وأنا معهم وانتهى منهم والدقاء من دلول الناس كاملة. أنا في رأيي إنه الشاعر يحمل قضية صاحب قضية وبالنسبة له هو ما تنكر القضايا الوطنية كان يتكلم بضمير الشعب ولا تنكر ما تنكر ما فهمت هذا التنكر أنا ما فهمت على أي مقصد يقصده بدي أوضح لك بالأمير التنكر شنو بدي أجاوب عليه غير التنكر شنو نحن ما مشينا مثلا قسنا دولة أخرى. أنا كنت أشتغل في قطر واستقلت بيدي زيتون دون موريتانيا. صحيح صحيح. وزير التنمية الريفية في الحكومة الافتراضية اللي عدلت طاري بك الريف. سؤال أنت وزير المالية. أنت مستيبل قاع. شاكين أنت وزير المالية شاكين أنا كنت مطرنا شو مطرون. سؤال موجه لكم الاثنين اسم محمد فاز جاوب عليه من الناس المعلومة محمد. السلام عليكم نطلب من الضيوف الكرام. يحكوا شي من مدح النبي تفتح كيت معنا ندور عليك انا قد قلت قاف يعني نزيد عليه نعود خطيت ذاك اللي واجب في حق الرسل ولين ننقص عنه نعود ما مدحت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي حتى لله نقول كامل فطلعوا عود حشو قلت يا رسول عدوك الشكاكه يهود نصارى كافينا عن نزل فيهم إناك فيناك المستهزئين يرسول عدوك الشكاكة يهود نصارى كافينا عن نزل فيهم إناك فيناك المستهزئين. أمير شعراء سؤال أن البعض يرى أن من كانوا شعراء في عقود الدولة الأولى كانوا شعراء حركات سياسية وأن تلك الحقبة شجعت فقط من يرسل أجل الأشياء
هل أنت مع هذا التصور؟ لا، العصور الأولى شنو؟ العصور العصر الحجري لا لا لا، ويعني حسب وقال العقود الأولى، العقود الأولى يعني ميلاد الدولة المريدة، أنهم كانت تقود من الإيديولوجيا. الشعراء ظهروا يعني أنهم ظهروا أن تلك الحقبة شجعت فقط من يركب الإيديولوجيا، يعني الإيديولوجيا التي كانت تصب كانت تساعد في وصول. لا لا صحيح، لا صحيح، حتى أنه فضل الأمين مثلا، فضل الأمين وأحمد عبد القادر وعبد الحافظ النحوي عندي بعض الشعراء حتى لما ما يتذكر اسمهم مغنيين كذلك مغنيين جاهل لذلك كانت هناك ثوره ودائما لما الثوره التحرريه ثوره اليسار كانت اليسار جامع كان تين والكادحين حركه كانت وحركه على فكره حركه كادحين حركه اختلفنا اتفقنا هي شكلت ثوره فكريه ثقافيه سياسيه حقيقية وانتكاسة حقيقة بالنسبة لي أنا شخصيا كانت في, 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 في بعض مواقفها اللي كانت نهايتها مأساوية في عصرنا الحاضر طبعا ما ندور نوضح أكثر من ذلك لكن ظلت هي الحركة حقيقة اللي قادت مشاعر اختلفنا من اتفقنا معها رغم اختلافنا واتفاقنا حتى تحوير ظهور الأشوار يطير تمالك بيه تيجينجليت يطير تمالك بيه متنتيليت حتى في الشعبي امتن ظهور جمالك فيه من ظهور جمال المصر كانت حركات تحرر كانت حتى اني نوك مذكرة كرزة قال الأستاذ ولديب الكبير محمد الميداح دنبو تتكلم عن مواضيع ايديولوجية مثلا في ذيك الفترة لاحظ لي انه مو مايت البتر كبير ولا هو وحده مع وحدين ثاني كتبوا في نفس النسق بين الحقبة كانت تو هناك البتر. جيد جدا. من الشعراء النسخة المحضرية من الشعر كيف تصف سيطرتها على ساحة شعرية حتى النسخة المحضرية هذا تكلمنا عنه مثلا قضية الحداثة والشعر لأنه لا بدأت الآن بدأت تنحصر قضية النظم في الشعر بدأت الصورة تتجدد وبدأت العقلية القديمة أو الذائقة القديمة تتصالح مع الذائقة الحديثة بعض الأشياء والشعر أصبح الآن وهو كما قلت الشعر ليس بمعنى عن الوضع العام لكن أعتقد أنه برأيي الآن أن الشعر الموريتاني بدأ وضع رجله على العتبة الأولى التي ربما يدخل منها إلى التصحيح في شكله القالبي معناه. دولة قرأنا طلعة لهنا قرأت طلعة ولهنا طبعا طلعة لهي تعود خالق رقاش والله هون رقاش الا رقاش واحد وياي فوق انتاش هون رقاش الا رقاش واحد وياي فوق انتاش نص على نص ولا تحتاج متبوخين بنفس المرقة نفس اليم ونفس التجلاش ونفس الضحك ونفس البلق ما يقدر رقاش بالارهاج يفصلنا من دون الملقة وفرمش في ايام دنداج ذاب الملقة والبالشق وفي دقيقة بالفال عمرت وسال الدمع ولفات رقا وهجر نص في نصي وبحرت بالي في النصين هذا ما يسميه بحداثية الشعر حداثية الغنى صحيح فهمت انا صحيح لان الحوار الفلسفي داخل نص الشعر شنو محمد انت ما قلت كتبت شنو الغنى ترى جاح الغنى ما كانوا مؤمنين بإدانة الصدى قلنا شنو الغنى انت ما قلت انها الحلقة الماضية انا قلت بعد انا فرسان الشيخ هو احمد الوالد انا قرأ شنو الغنى انا كنت فرسيني ميل بايد فرسيني شنو بوسوي فرسان انا كتبت تقرأنا الشيخ ودوم إذا قرأنا الشيخ الله في نهاية الله سيد أحمد والعلي بوب على ما أعتقد يسأل هل أنتم مقتنعين حقا أن الشعر ما زال يستطيع أن يؤثر في هذه الجثث الهامدة كما يقول هو بين قوسين ويقول عفوا على العبارة لكن هي حقيقة لن يكون الشعر لكن السؤال لكن هو لا هو كاذب هو
الحقيقة الشعر يظل دائما كما قلت هو سناجة وملهم، سواء الشعر، عندما أقول الشعر أنا أقصد الشعر، كتابة الشعر. المؤثر لماذا الشعر مؤثر؟ طبعا الشعر، الشاعر بابلو نيرودا مثلا أثر، أبو طيب المتنبي أثر، محمود درويش أثر بقضيته، شعراء الكبار وكتاب مثقفين أثروا، والشعر لجزء من الثقافة. إذا كانت الثقافة تؤثر فالشعر يؤثر والمسرح يؤثر. لكن الجثة الهامدة هذه هو الشعر ليس معني بإحياء الموتى، والشعر معني بأنه يطرح قضيته بشكل ملتزم ويقدمها، وهناك ما يعني هو جزء من التنمية حقيقة. محمد سؤال دوه لا لا هي على قليل الجثث الهامدة شو هذه الكلمة قاعد يعطينا تخطاها يا لين تخطاها هو السؤال شوف السؤال الشعر أثر في الموريتانيين تأثير بالغ به اللي إلى أنشكر حد منهم مازال إلى أنشكر حد منهم يعطي فالته وإلى عيا بيت مغنى ومازال مولي حد منهم من الطرف الثاني إلى أن قال له شيء يظهر عليه يتلوم منه وظهر عنه يعني مازال لا يأثر والجانب السياسي منه أحمد الوالد في شعره التوجيهي أثر ياسر متأثير أثر ياسر متأثير ضرعة أعطى سنتين ولا ثلاثة تقريبا ما تجبر حد ما هو متأثر بذاك اللي قال غير لا الله يزيدنا فيه تو يزيدنا فيه الشعراء كاملين. أنا تعقيب على كلام الدو والدو أستاذ هذا، أنا بالنسبة لي الشعر دوره ما هو ذاك الجزء الأول اللي هو أنه يعني وصاية المجتمع على الشاعر ما هي ما هي ما هي ما هي موضوعي. أنا ما أنا 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 ما ماني شاعر ياك مثلا نشكر فلان ياك كبير دبي إنه مثلا بالنسبة لقبلية متجاوز تماما ولاني ملي نعيب ياك إذا يخانني أنت ولاني نقول شي زين ياك تقول الناس عنه زين لذلك وهذا كلام أكدده سابقا أن ونقولها أنا أن الشعراء اليوم يأكلون من جميع المواد مثل السياسيين تماما ذلك، لكن بعضهم طبعا وبعض الشعراء وبعض السياسيين، لذلك يجب أن تكون هناك تنازل من الشاعر وتنازل من السياسي كي يتفاهم على مصالح المصالح كامل المجتمع. لكن انه مثلا والله ان درك انا بالنسبه للمجتمع ليس وصيا، والله انا ما غادي يجيك شيء لا يجي وزرقت عليه ما يزرق لحد ديالي، والله مثلا شكرت حد ما ندور شكر حد ما ندور وكاع انا ما نشاكره مثلا. انا نتكلم عن حاله معينه نعالجها انا بشعري، كيف تقول الوالد كيف قال الجزء الثاني انا موافقه تماما، يعني معالجه الوالد للقضيه هذا هو دور الشعر، ومعالجه احمد بن عبد القادر مثلا بعض نصوصه القضايا السياسيه هذا دور شعر، معالجه الدو مثلا قضيه الوحده الوطنيه هذا هو دور شعر، معالجه مثلا قصيده مواطن الرمل اللي كشعر قضيه الوطن وانت قضيه معراج هذا هو دور شعر، ما هو دور الشعر اسمى من ان يستخدم في موائد والله قلم مشهوره قريحه مشهوره ما هو ذلك اتفق معه تماما مشاعر مشهوره صحيح. السؤال طبعا يعني سؤال اخر من محمد اسمه محمد، سؤال موجه لدو البنيوك هو متى نشا الشعر الحسني يغنى في موريتانيا، وهل تعتبر الشعر الحسني الان يعيش فتره ازدهاري ازدهار الامر كله؟ يعني الجزء الثاني اعتقد انك اجبت عليه، الجزء الاول متى بدا الشعر الحسني، بدايه الشعر الحسني كان بدايه الشعر الحسني ما فهمشي موافق عليه حقيقه، غير البدايات كانت في منطقه قال هي قيدي وليست قيدي هاي اللي عندنا، قيدي هي منطقه ما بين قليمين وتندوف، هناك منطقة كانت تسمى بيقيدي نشأ فيها الشعر الحساني بواكير نصوصه الأولى وبواكير بتوت الأولي الواكدين شأوك، حتى عني قد نعطيك أقدم نص وصلنا احنا من اللي منسوب منه له الموريتان، وقالت شمنه منسوب له الموريتان، شمنه منسوب للصحراويين، شمنه منسوب له المغرب
مشتركين معنا بشي منه منسوب للجزائر بشي منه منسوب لهذا النيجر وهذا زوات يا غير بعد حقيقة الأمر عن ذيك المنطقة هي اللي خلق فيها الغنى خلق فيها الغنى ذيك المنطقة وهاي اللي خلق لها لا هجرات ساعدت توف به اللي هو ما معقول عن قاف عن عبارة قاف وعبارة طلعة وعبارة بت ومصطلحات ثبتت قد يتم الاتفاق عليها في زمن ما في بورتابل ولا في الانترنت ولا في فيسبوك ولا في شيء ما هو في ياسر من قرون الزمن بهذي كان الرجال ياك الحق منهم بيت الله الحرام فوت رحلة العمر ياك حج معناها عن رحلة الاصطلاح على قاف انه ينقال وقاف واللي بتيت التام اللي بتيت التام واللي بتيت الناقص بتيتنا رحلة هذا مبحث لا بدال ياسر من ياسر من الوقت غير هو خلق ذيك المنطقة واللي نطق عليها دليل البواكير غنت ترول كامل بير ترول والواكدي خلقوا لها شو يقول لك واحد سابق اللي منصوب نحن للموريتان يعني قال واحد مزيان الصافية نينع وشكل عاد مشينع غارض تماثل مهينة على نبتبسي حباية يمشي حمامي تبيدع قمرية في لون بكراية ومزين لجاتكم بسلف عجبتها فيه شولاية فوق غيوز يتعطف مغير جمال الحواية هذا تعرف كيف هم الوزن عندنا كامل احنا هون موريتان شور واحد زاهدين فيه ويدلالي ويدلل يالله لي زاد يالله لي معدل حد متعدل الحق وما بيقول ويدلل نفس والله قلت صابر الرباعي بالفلكلور التونسي بالفلكلور صوفي على ما اعتقد الله الله يا بابا وسلام عليك يا ماما من نفس البيت احنا الصهر موريتان متواطر عند ياسر من الروات بعدين اول شيء قال من غنانه في الواكدي ياك اللي قال محمد بخونا نحلال من يرحل بها في العوارض يوغد إذا لب ميعاد الفرايض مقيموه عدوه لين قام نايض من القوطي عن أبو شرانة ما تقدروا يغيد دارين الفرايض تلقاه العادي بلانا وهون طرح إشكالية بين الموحدين والمرابطين صراع كان خارج نبتو بين بني حسان وبني معقل صراعات كانت تخلق نبته ولا فترات حد يكتب عنها بحياد وبموضوعية يغير دور طرح عاد كتاب التاريخ زين عاد مير شعرة محمد السؤال موجه لك وطبعا سابق السؤال هنا حتى الاخوات شاتنا تبرعه دوه نقول لك تقول لها رايك رايي فيها والله طبعا طالب سنه ما نسموه سنه كعولي ويلي من شاعر ما عنده ذره مشاعر شو ما عندك هذه شاعر اللي عدو بلا مشاعر هذا اعتقد انه من مجموعة ان شاء الله بعد نعود معنا بك هذي عدو بعض موحد منا ولا العدد دوها لا التعرف عبد الله بات كيف خط الاشتغال كتير سيد محمد هو السؤال عفوا سؤال موجه للامير كيف ترى الشعر الحر وهل اضاف لبنة جديدة في الشعر العربي طبعا الشعر الحر اولا كما قلت الشعر الحر يجب ان يفهم الشعر الحر على انه هو الشعر التفعيلي الذي تحرر من الروي وليس من القافيه شنو قصيده النثر هي اشكاليه كبيره هي قصيده يطلب لها ان تقص بدون موسيقى وان تقف بدون ايقاع وان يعني تغني بدون موسيقى وأن ترقص بدون إيقاع وهذا صعب جدا صعب لكن الشعر الحر لكن وعلى فكرة في الماغوط في تجربة الماغوط ونزيع وعفش وتجارب أخرى عربية كبيرة كانت هناك قصائد الماغوط بذات كانت قصائد نثر لكن أنا في رأيي دائما أقول أن ليس من العيب أن تكون ناثرا ممتازا بالعكس حتى أبو حيان التوحيدي في كتابه دعوة المؤانسة ذكر في الليلة 23 على ما أعتقد أن فاضلة ما بين النثر والشعر وتوصل إلى أن النثر أفضل لأن القرآن كان نثرا ذلك ليس من العيب أن تكون نثرا بالعكس لماذا تريد أن تكون شاعرا نثريا فهمت لأن الحقيقة أن قصيدة النثر وقصيدة التفعيل لقصيدة الحر هذا ما هو واحد قصيدة الحر فالشعر الحر أضاف كثير في رأيي للشاعر لماذا لأنه حل بعض قيود
الخليل بن احمد الفراهيدي، او ليست قيود، حتى القيود العربيه القديمه اللي سبقت عن الفراهيدي هي الروي، لكن التبعي لو الوزن ما زال موجودين، ما زالا موجودين. كيف مثلا نقول التفعيله؟ التفعيله هي تقوم على تفعيله واحده، فعول فعول، او لكنها كلها في التفعيلات التسع التي التي طرحها الفراهيدي، التفعيلات التسعه التي تبنى عليها جميع بحور الشعر العربي. التزم بقضية، لكن في رأيي ما أضافه الشعر الحر ليس في الشكل فقط وإنما في المضمون، حيث أصبح يوظف التاريخ ويوظف الرموز الجغرافية وحتى الرموز الفكرية يوظفها، وحتى اشتغال على اللغة. محمود درويش مثلا عندما تأتي يقول مثلا، يقول لك هو أنت ثانية ألم أقتلك، قتلتني ونسيت مثلك أن أموت، ونسيت مثلك أن أموت، نسيت مثلك أن أموت. كذلك أيضا قل غيابي نقصتني وأنا حضرت لأكملك، غياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك. نفس الشيء في سعد يوسف عندما يقول ذهب على حنة وحنة على ذهب، شو الصورة؟ والخيل غربت النواصي نحو أرض الشام. يعني ذلك الشيء الحر أضاف لبنة مهمة في فهم الشعر وفي فتح سؤالات ومساحات واسعة جدا في المعنى وفي اللفظ وفي اللغة طبعا. وهذا أعتقد أنه جاحظ كان يتكلم عن هذه القضية قبل أن تحدث. والمتنبي، المتنبي أضاف كثيرا للشعر الحداثي، كان في الحداثي الحر. جميل جميل تمام. سؤال آخر، أعتقد أننا تجاوزنا هذا السؤال. سؤال موجه إلى طبعا من باردوز انتباب، أعتقد باردوز انتباب. سؤالي موجه إلى الشاعر اسمه محمد البمبة، وهو عند تلقينا لأي قصيدة للشاعر الموريتاني نلاحظ دائما طبع القصيدة الجاهلية يطغى عليها، إلى ماذا يمكن إرجاع هذه الظاهرة؟ لا خلي الدول جوان، لا هذا جواب جنان، هو موجه لك. هي غير خبر الدول. تقع في تخطى هي قال لا 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 نقول لك الشعر الجاهلي. شنو الشعر الجاهلي؟ وتعرف تقول الناس الجاهلي ترى قصدهم بشنو؟ الكلاسيكيزم، صحيح، اللي ما يقوم على الشكل هذا والفهم الخاطئ. صحيح. لكن نحن ما زلنا، وكنا نناقشه، تعرف انا انت وزكتي هو مجموعه النقاط، كنا نناقشه في اتحاد ادوات كتاب الاجتماع الماضي اختيار، كنا نقول عن 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 تجديد بياننا للكرنه، انه التصالح مع جميع جميع منتجات الشعر. زين بيان لتعرض المجتمع للتعدد والكتاب، تكلم عنه احنا كشباب اختيارنا ميلان. الشعر الجاهلي ما تخالف، هي تقصد الشعر الكلاسيكي اللي يقيم على البحر والفاضي، هذا نظرها. هناك ما زالت هناك انا حسب اعتقاد انها تقصد عن الناحيه اللغويه، لها اللغويه القاموس، القاموس اللغوي اللغوي الجاهلي. انا اعتقد انه هذا خطا، لانه نحن قرينا الشعر ونعرف اللغه، انت تعرف وهو يعرف ونحن، وحتى المشاهدين اغلبهم بضاعته اللغه ما هي ضعيفه. يا غير يجي حد يقول لي مثلا فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، ما تحد نحن نقول انه نعرف تقصد شنو. غير هذا، ما هو المطلوب اليوم؟ متى مطلوب تقول شعر لغته اليوم متماشية حتى مع الفهم، مع بيئته، مع بيئته انتاج بيئته. جاء قبالي كان يستخدم البيانو شعره، كان يستخدم السجاير، كان يستخدم، لكن هذا ليس مطلوب اني انا افرنج او اجنب الشعر بمعنى اغربه، انما يجب استخدام اللغه للصور الشعريه التي تاتي الى الشاعر بشكل يفهمها المتلقي وتحترم بها معرفته وثقافته ومستواه وعصره. ما معنى هم لنا ما نحفظ شعر القديم ونعرفه ونعرف شنو معناه؟ هذا هو رأيي الشخصي. دولة تقول لنا طلعة. والله أقول لك تقول طلعة، شنو محمد تقول لنا قصيدة؟ نقول قصيدة. أنا أقول لنا طلعة يا رب. أنا أقول لك طلعة. أنا في التقيت تقرأ. اقرأ لنا نص. لا اقرأ لي الدولة نص، اقرأ لنا نص. أنا عايد بقد ما سعيد السلطة. قالوا عاجبك. اللي ما عشان كيف. وعاجبك. المشاهدين قالوا منك طلعة منك تقرأ أنت نص. رجع عاجبك. شنو هو؟ نقرأ نص. اختار. احنا نقرأ نص جاهلي. نص جاهلي عندك نص من نص جاهلي مراحل الاولى لا يقرأ يا موطن الرملي. نص جميل.
يا موطن الرمل. هو كاع نص مطلوب يعني. بل يا حرقة الكبت ضيعت دربي وعني تاهل الأبت. ضيعت دربي على علته زمنا وما تبقت شظايا الروح والجسد. ضيعت دربي وما عرشت من عرجا إلا ولدتيه والأشواك في صددي. يا موطن الرمل ما تجدك قافيتي، إن خانني الدرب أو غردت في نكتي، أو حاول الليل أن يهديك أغنية ألحانها مزجت بالهم والشهد، أو حدد الفجر عن ليلى تطارحها حبا توغل أحشاء من الكمد. بل ما يفيدك موج البحر ملتقطا أنفاسه بارتطام الرمل والزبد. يا موطن الرمل هل ما زلت مختنقا؟ أصداء صوتك أحبال من المسد. ما لا دهاك أراك اليوم منتعلا أجساد موتى، فهل أبقيت من أحد؟ تلك المدائن سكرى لم تفق أبدا إلا على نكبات اليأس والوأد مدائن الحب. يا عشقا تطارده تلك الرمال، ويا جيشا بلا مدد. يا أيها الوطن المستفعل فعل، مستفعل فعل حتى متى؟ لغدي. شطأننا اليوم غرقى وهي حالمة، أن المراكب في أمن وفي رغدي. فيها تنرسو وما شط نراقبه، كيف الرسو بلا شط ولا فلتي. نحن لا يبقى شدة جديدة أم لا؟ قديمة هذه شدة. قديمة قديمة جدا. قديمة نعم قديمة. دو قديمة قديمة واقعية. دو بعض أحد الأخوة ودو محمد فاضل يطلب، طبعا قال لي ياتنا كثر من الشعر بدل من الشد الاخبار.